الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعادة. درس جديد من دروسنا في تفسير سورة يوسف، وهو الدرس الثاني من ذلك. نأخذ فيه آيات من تفسير هذه السورة، لعل الله عز وجل أن ينير لنا الطريق في فهم آياتها ومعرفة معانيها واستنباط أحكامها، ليكون ذلك من أسباب رضاه عنا. فلنقرأ هذه الآيات لعل الله جل وعلا ييسر لنا فهمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يذكر الله جل وعلا شيئا من قصة يوسف عليه السلام فيقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي يحقق الله القول بأن قصة يوسف مع إخوته كان فيها آيات، أي دلالات وعبر وعظات لمن أراد أن ينتفع بها. فقال للسائلين لأن من يسأل عن الشيء هو الذي يستفيد منه وهو الذي يأخذ العظات والعبر منه، ولذا قال للسائلين. أما من كان معرضاً مدبراً فإنه حينئذ لن يستفيد مما يقال له من القصص والعبر العظيمة. فأولئك الذين يطلبون معرفة هذه الحوادث وقصص يوسف مع إخوته هم الذين سيستفيدون من هذه القصة ويأخذون منها العبرة العظة والعبرة. فإن قصة يوسف مع إخوته قصة عجيبة عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها. ويذكر الله عز وجل في ذلك بأن يوسف حظي بعناية أبيه بعد الرؤيا التي قصها عليه وعرف أنه سيكون له الشأن العظيم، فكان يعتني به وكان يجعله معه لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً. فغار إخوته منه وتحرك الحسد في قلوبهم، ولذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ثم ظنوا أن هذا يتنافى مع ما يرونه عدلاً وما يرونه مناسباً لأحوالهم، فإنهم جماعة كثيرة عندهم قوة وهذا ولد واحد صغير ضعيف، فكيف يقدم هذا الصغير على أولئك الإخوة الكبار؟ ولذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة قوية لو احتاج إلينا لا كان من شأننا أن ننصره. ولذا قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في خطأ من عمله الذي عمل بتقديم يوسف على إخوانه الكبار الذين لديهم قوة ومنعة ويمكن أن ينتفع أبوهم منهم. وفي هذا ما يدل على أن العبرة ليست بالأمور الظاهرة. قال فحينئذ بدأوا يتآمرون على يوسف عليه السلام، فإنهم قالوا اقتلوا يوسف، لأن أباكم متى فقد يوسف بموته كان هذا من أسباب أن يعود إليكم ويعتني بكم ويحبكم بدل محبته التي كان يقدم فيها يوسف عليكم أيها الجماعة الكبيرة.
وحينئذ ظنوا أن ذلك من أسباب نسيان يعقوب لابنه يوسف، ثم قال: أو اطرحوه أرضا، أي ألقوه في الأرض وحينئذ يخلو لكم وجه أبيكم، فهذا الذي يزاحمكم أعدموه وأبعده عن وجه أبيكم من أجل أن تكون محبة أبيكم صافية لكم، لا يزاحمكم فيها هذا الولد. اطرحوه أرضا، أي ألقوه في أحد الأراضي البعيدة التي لا يتمكن بها من العود إلى أبيه لتستريحوا منه ولتكونوا مفضلين عند والدكم. في هذا المقام وهم يتآمرون قال أحد إخوته ولعله كبيرهم: لا تقتلوا يوسف، أي أن القتل ذنب عظيم ومعصية كبيرة، وأنتم تتمكنون من تحقيق مقصودكم بأن تلقوه في غيابة الجب. والغيابة يعني أن والجب هو البئر العظيمة، وغيابته ظلمته التي لا يشعر بها أحد ممن يكون أعلى تلك البئر. وعلل بذلك بأنه إذا فعلتم هذا ستأتي بعض القبائل وبعض القوافل التجارية التي هي سيارة تسير في الأرض، وبالتالي يأخذونه معهم ويلتقطونه، وبالتالي يخلو لكم وجه أبيكم من غير أن تقتلوه، فتستريحون بهذا الفعل حيث يخلو لكم وجه أبيكم. وقوله هنا إن كنتم فاعلين، أي إذا كنتم عازمين على إبعاده عن وجه أبيكم من أجل أن يخلو لكم الحال، فإن فعلكم فيه معاص عظيمة من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وعدم الرأفة بالصغير وما يمكن أن يتعرض له هذا الابن من المخاطر العظيمة. وحينئذ توجهوا إلى أبيهم بعد أن استقر رأيهم على هذه الخطة التي أعطاها ذلك الأخ منهم أن يلقوه في غيابة الجب، ولكن يوسف كان يرافق أباه في كل لحظاته، ولذا لا بد أن يقنعوا أباهم بأن يترك لهم يوسف ليذهب معهم فيتمكنوا أن يفعلوا به ما اتفقوا عليه وما تواطؤوا عليه. وحينئذ ذهبوا إلى والدهم يعقوب عليه السلام فخاطبوه بخطاب الأبناء لأبيهم: يا أبانا، ليعرفوه بأنهم محبون لما يحب، بارون بوالدهم، قائمون بحفظ ما يحتاج إلى حفظه. ثم قالوا له: ما لك لا تأمن على يوسف، أي لماذا تخاف منا على يوسف ونحن مصدر أمن لا خوف بالنسبة لأخينا؟ ثم قالوا: وإنا له لناصحون، أي نبذل الأسباب التي تجعل الخير يصل إليه، مع أن قلوبهم كانت على ضد ذلك. ثم طلبوا من والدهم أن يأذن ليوسف بأن يرافقهم في رحلتهم في البرية، ولذا قالوا: ارسله معنا، أي اجعله يخرج معنا وابعثه معنا
غدا نرتع ونلعب، أي أننا نسعى ونركض ونتنشط، ويكون حينئذ ذلك قوة لأبداننا. ثم قالوا وإنا له لحافظون، أي نحن إخوانه الذين يصونونه، لن نمكن سببا من أسباب الشر أن تصل إليه، كيف لا ونحن جماعة كثيرة نتمكن من حفظه ونتمكن من درء كل ما يؤذيه عنه. في هذه اللحظة حاول يعقوب أن يعتذر منهم، واعتذر منهم بعذرين: أولاً أنه يشفق على يوسف ويحبه محبة عظيمة، وبالتالي هو لا يطيق فراقه، والأمر الثاني أنه يخاف عليه مما قد يعتدي عليه من مثل البئر، من مثل الذئب، فإن هذه الحيوانات قد تأتي إليه في لحظة من اللحظات، وأنتم لن تكونوا منتبهين له في كل أوقاتكم. فحينئذ قالوا له بأن هذه المخافة لا تخافوا منها، فإننا جماعة كثيرة، وبالتالي لن يتمكن الذئب ولا غيره من أكله، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إذن لخاسرون. فيقولون نحن جماعة كثيرة قوية، فلو قدر أن الذئب جاء فأخذ يوسف من بيننا فحينئذ سنكون خاسرين، ولن يستطيع ذئب أن يأتي إلينا فيعتدي على يوسف. ما كان منهم بعد أن استأذنوا من أبيهم وأذن لهم إلا أن ذهبوا به في البرية، وحينئذ عادوا على الاتفاق الذي كان بينهم حينما اتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب، فقاموا بإنزاله في البئر وجعله في المكان المظلم من هذه البئر. فجاءه وحي إلهام من عند رب العزة والجلال أن العاقبة لك، وأنك ستفوقهم وسيعودون إليك وسيلجؤون لك وسيكونون تابعين ذليلين لك، خصوصا أنه قد رأى الرؤيا السابقة الدالة على ذلك، ولكن ستأتي الأمور تباعا، وبالتالي ستكون العاقبة الحميدة لك وهم لا يشعرون. فكان من اتفاقهم أنهم ألقوه في غيابة الجب، ولكن في ذلك الموطن غلب الرجاء على الخوف، ولذا علم بمعرفته بسنن الله الكونية أنه سينجو من هذه البئر، وأنه سيرتفع مكانه، وأن إخوته سيعودون إليه إكراماً له ورفع شأن من مكانته واعترافاً بفضله عليهم. وحينئذ بدأوا يفكرون ماذا يقولون لوالدهم في الاعتذار عنه، وماذا يتحدثون به إذا رجعوا إلى أبيهم، وأبوهم معلق القلب بيوسف، وقد كان لا يتركه ليلا ولا نهارا، وإنما تركه لهم لما أعطوه المواثيق التي يطمئن قلبه بها، وبالتالي
حينئذ كان منهم أن عادوا إلى أبيهم، وقد أبرموا في صدورهم وأضمروا العذر الذي يظنونه أنه لا يبقي له لا يبقي عليهم ملامة، فقالوا أكله الذئب. وقد أخذوا هذا من كلام والده يعقوب حينما قال: إنني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. رجعوا إلى أبيهم وبدأوا يحدثونه بما كان منهم من خطة سبكوها من أجل أن لا تفوت على والدهم، ومن أجل أن يصدقها والدهم في ذلك الموطن. فرجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون. كانوا في العادة يرجعون إلى أبيهم بعد المغرب، لكن في تلك الليلة تأخروا، كأنهم قد جاءهم أمر عظيم أخرهم، وهو ما كان من شأن يوسف. وأرادوا معنى آخر، ألا وهو أن من فقد أبناءه ثم وجدهم إلا واحدا فإنه تهون عليه المصيبة بذلك، فإنهم أرادوا أن يفقدهم أبوهم، بحيث إذا عادوا إليه فرح بمجيئهم فأنساه ذلك ما يمكن أن يكون من حزن على يوسف عليه السلام. ثم بدأوا يعتذرون بمنادات والدهم باسم الأبوة: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إما بالجري على الأقدام وإما برمي السهام، وتركنا يوسف عند متاعنا، أي أننا لم نصطحبه معنا بل أبقيناه عند متاعنا ليحفظه، فإننا ظننا أنه سيكفي نفسه وسيدرع عن نفسه السباع ونحوها. والمراد بالمتاع إما الملابس التي كانوا يلبسونها، وإما الأطعمة التي كانوا يأكلونها. قالوا: فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي أنهم قد علموا بأن والدهم لن يصدقهم في دعواهم أن يوسف قد أكله الذئب. كيف لا وهو يعلم من الله عز وجل أن يوسف سيبقى، وأنه سيكون له الملك العظيم، وأن والديه وإخوته سيخروا له ساجدين من خلال الرؤيا التي رآها يوسف وقصها الله جل وعلا قبل ذلك. فقد علم بأن الذئب لا يمكن أن يأكل يوسف عليه السلام، ولكنهم قد جاءوا بحيلة يظنون أنها ستنطلي على والدهم، فأتوا بقميصه، بقميص يوسف، وعلى القميص آثار الدماء التي من شاهد الثوب ظن أن صاحبه قد أكلته الذئاب، وهذا الدم دم كذب ليس بدم صدق، ولذلك كان هذا الدم المكذوب من الأدلة على كذب دعواهم. قيل أنه علم بكذب دعواهم لكون القميص لم يأتي فيه شق ولا أدنى أثر للذئاب، ولذا قال: ما أحلم هذا الذئب، كيف ترك يوسف حتى يخلع ثيابه. وقال آخرون:
بأن تكذيب يعقوب عليه السلام لأبنائه في دعواهم بقتل يوسف من خلال ما علمه من علامات النبوة ودلائل العاقبة الحميدة، ومن ذلك تلك الرؤية المنامية التي رآها يوسف عليه السلام، مما يظن معه أنه سترتفع مكانته وستعلو درجته. ومن هنا فإن عدم خرقهم للثياب كان من أسباب معرفة نوح عليه معرفة يعقوب عليه السلام بكذب إخوة يوسف، فما كان منه إلا أن قال بل سولت، أي الكلام الصحيح الذي لا مرية فيه ولا شك، أن أنفسكم سولت لكم، أي جعلتكم تقدمون على هذا الفعل وتظنون أنه ليس بشيء، وأملت عليكم نفوسكم هذه الحيلة العظيمة، فحينئذ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، أي أنني سأتسلح بسلاح الصبر، والصبر الجميل هو الذي لا جزع معه ولا تسخط، وبالتالي كان بالتالي طلب من الله أن يعينه على حاله، فقال والله المستعان على ما تصفون، أي أن الله جل وعلا يطلب بأن يكون معينا لأنبيائه على ما يتخذونه من وسائل وأساليب للصد عن دين الله، والله المستعان على ما تصفون، فإن ما تصفونه ليس له حق والحق في غيره. فهذه آيات عظيمة. نعم، قال وجاءت سيارة، السيارة القافلة التجارية، ومجيئها أن وصل مقدمة القافلة إلى هذه البئر التي كان فيها يوسف عليه السلام، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي طلبوا من يتقدمهم أن يكون أمامهم على البئر وأن يكتشف لهم ما حولهم، فأرسلوا واردهم، أي الدليل الذي يعرف الطريق، فأدلى دلوه، أي قام بإنزال دلو الماء، والدلو مثابة إناء يصنع من جلد يوضع فيه الماء ويستخرج به ما فيه من الماء. وقد اختلف أهل العلم في مدة بقاء يوسف عليه السلام في البئر، وأكثرهم على أنها 3 أيام لورود ذلك عن بعض التابعين رضي الله عنهم. وعلى كل فإن الله قد حماه من أن تنهشه الحيات أو تسقط عليه السباع أو يتسلط عليه المجرمون في هذه المدة. ولما ألقى مقدم هذه القافلة الدلو الذي يريد به استخراج الماء، تعلق به يوسف عليه السلام، ولما أخرج الدلو فإذا بهذا الولد مع الدلو قد تم إخراجه من البئر، حيث تشبه في هذا الدلو وتمسك به، وبالتالي
استبشروا بهذا الغلام الذي جاءهم، فقال قائلهم: يا بشرى هذا غلام، أي هذا عبد مملوك، نستطيع أن نبيعه وننتفع من ثمنه. وقال بعد هذا: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أي أن الذين وجدوا هذا الغلام أخذوه فوضعوه كالأسير، يحفظ كأنه بضاعة من البضائع التجارية التي قدموا بها من الشام ويريدون التي قدموا بها وأرادوا أن يبيعوها في مصر. قوله: وأسروه بضاعة، يعني أن القافلة أخفوه وجعلوه سلعة تجارية يبيعونها، والله أعلم بما يعملون، أي أن الله مطلع على الحقائق والأشياء بدون خفاء عنه جل وعلا. هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قال: وشروه بثمن بخس. هناك تفسيران لهذه الآية، أولهما يقول بأن القافلة اشترت يوسف من إخوته الذين باعوا يوسف على أنه عبد مملوك لهم. والقول الثاني يقول بأن المراد بهذه الآية هو شروه، أن القافلة التجارية باعته لمن اشتراه منها، وهذا القول الثاني أظهر، لأن كلمة شروه تصدق على البيع وليست على الشراء، فإنهم إذا أرادوا الشراء قالوا اشتراه بزيادة الألف والتاء، فلما قال وشروه يعني أن القافلة قاموا ببيعه على من اشتراه، ولذا قال في الآية بعدها: وقال الذي اشتراه من مصر. وقوله بثمن بخس، أي بثمن قليل جدا، وذلك أنهم زعموا أنه لا يؤمن منه ولا يعرف حقيقته. قال: فصبر جميل. والصبر قال شروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني قليلة يسيرة، وكانوا فيه من الزاهدين، لأن هذه القافلة كثيرة الأسفار، وبالتالي لا يحتاجون معهم إلى من يخدمهم في أسفارهم، ولذا قاموا ببيعه، فاشتراه من اشتراه، شراه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الشاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين، أي لم يكن عندهم رغبة في إبقائه لديهم. فهذا شيء من تفسير هذه الآيات من سورة يوسف عليه السلام. ولعلي أعود إلى معرفة ما في هذه الآيات من الحكم والمعاني، فمن ذلك أن الله جل وعلا يقص القصص من أجل أن تكون عظة وعبرة للمعتبرين، فيعرفوا صفات أهل الخير والصلاح فيقتدون بهم، ويعرفون ما يكون لهم من العاقبة الحميدة، وهكذا يعرفون قصص أهل الباطل، ليكون هذا سبباً للابتعاد عن باطلهم، ولمعرفة ما حل بهم من العقوبة نتيجة الابتعاد عن طريق الحق. وفي هذه الآيات أن الغيرة والحسد قد توجد بين الإخوة فيما بينهم، ولذا على الوالدين أن يحسنا
في تربيتهم ببذل الأسباب المؤدية إلى زرع المحبة بينهم وزوال الحسد والغيرة فيما بينهم. وفي هذه الآيات أنه لا يؤمن على الإنسان من إخوانه متى تسلط عليهم العدو الشيطان الرجيم. وفي الآيات أن وصف تصرفات شخص بالضلالة وترك الحق والهدى لا يعني ضلال منهجه أو نقصان منزلته. وفي هذه الآيات ذكر التآمر الذي حصل على يوسف عليه السلام من قبل إخوانه مما لا يأمن معه الإنسان أن يكون أمامه أنواع من المكر يقدرها من لا يحسن إدراك العواقب. وفي هذه الآيات أن جريمة القتل جريمة عظيمة وفيها من الوزر الشيء الكثير. وفي هذه الآيات من الفوائد أن عزم الإنسان على التوبة قبل فعله للذنب لا يجدي شيئا، فإن التوبة إنما تكون بعد فعل الذنب، أما أن تكون التوبة قبل فعل الذنب فهذه غير مقبولة. ولذا من قال سأترك الذنوب في رمضان لأعود إليها بعد رمضان قيل له لا توجد هنا توبة، لأن من شروط التوبة العزم على ألا يعود إلى الذنب. وفي هذه الآيات أن بعض الشر أهون من بعض، فلما أرادوا أن يقتلوا أخاهم أشار عليهم بأن يجعلوه في غيابة الجب، وهذا أقل ضرراً وشراً من الأول. وفي هذا دلالة على أن الإنسان ينبغي به أن يتأمل في عواقب الأمور قبل أن يقدم عليها. وفي الآيات أن تخضع الإنسان بالقول لا يعني سلامة طريقته ولا صحة ما لديه ولا نجاة وطهارة قلبه، فإن أخاهم هنا قد حاول أن يثنيهم عما هم به من قتل يوسف عليه السلام، مع أن هذا الاقتراح ليس بمتوافق مع الشرع، إلا أنه لما كان أهون الضررين كان هو السائغ في هذا الباب. وفي الآية جواز اللعب وجواز الخروج للبرية من أجل ذلك. وفي الحديث تعلق قلب الوالد بولده. وفي الحديث أيضا أن الإنسان لا ينبغي به أن يعرض أسباب المخالفة على من يريد منه الموافقة لئلا يفتح له الشيطان بابا بسلوك هذه الأعذار. وفي هذه الآيات أن العبرة ليست بالكثرة ولا بقوة الأبدان، وإنما هي إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات حفظ الله لنبيه يوسف عليه السلام في غيابة الجب، وهكذا يحفظ الله أولياءه المؤمنين ويجعل العاقبة الحميدة لهم. وفي هذه الآيات ذهاب إخوة يوسف لأبيهم ليحادثوه بعد العشاء. وفي هذه الآيات أيضا جواز المسابقة على الأرجل، و
بالنضال والرمي. وفي هذه الآيات أن العبد مهما موه ليسوغ ويزين منظر الباطل فإن ذلك لا يجدي عنه شيئا. وفي هذه الآيات أن من كان مخالفا للشرع بخفية فإن الله يتفضل بأن يجعل منه فلتات لسان واضطرابا في ما يقدرونه، كما جعل الله الاضطراب فيما قدروه على قميص يوسف عليه السلام. وفي هذه الآيات الترغيب في الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن يكون ذلك الصبر صبرا جميلا لا شكوى فيه ولا حزن ولا تخوف، وإنما هو صبر لا ملامة فيه. وفي هذه الآيات مشروعية أن يستعين العبد بربه جل وعلا. وفي هذه الآيات أن وصف أهل الباطل للحق في الكون بالبطلان إنما تعود مغبته وضرره على من ساق مثل ذلك. وفي هذه الآيات أيضا جواز بيع الشيء الثمين بالثمن القليل، ولذا باعوا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة. وفي هذه الآيات تحرز الناس لئلا يقع منهم ضلالة أو يقع منهم تيهان للسبيل بإرسال من يكشف الطريق أمامهم. وفي هذه الآيات جواز أخذ المياه من المرافق العامة والآبار المسبلة وما ليس لها مالك. وفي هذه الآيات بشارة الإنسان بما يسوقه الله إليه من الخوف، بما يسوقه الله إليه من النعم التي ينعم بها عليه. وفي هذه الآيات أن زهادة الإنسان في شيء لا تدل على نقصانه وعدم وجود مكانة له. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، أصلح الله شأنكم ويسر أمركم وغفر ذنوبكم وزلاتكم وجعل العاقبة الحميدة لكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم وألف ذات بينهم واكفهم شر ما ينوبهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.